حتشبسوت، دي زوجة الملك، لكنها مش أي زوجة وخلاص، دي حتشبسوت. حتشبسوت؟ سمعت اسمها وقت الموكب بس ما كنتش أعرف هي مين. حتشبسوت واحدة من أقوى السيدات في تاريخ كيمت. معنى إنها كانت في الموكب إنها حكمت؟ فعلاً، ده اللي حصل. هي أول ملكة؟ لا لا لا، كان فيه الملكة خنتكاوس في الأسرة الرابعة، والملكة سوبك نفرو في الأسرة الاثناشر، لكن بقى حتشبسوت فترة حكمها هي الأشهر.